بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المشاهدون الكرام أيتها المشاهدات الفضليات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا في روائح حضارتنا من روائع هذه الحضارة الإسلامية أنها حضارة قاربت الكمال هي ليست الكمال كله لأنها منتج بشري ولكنها أنتجت صورا من الرقي الإنساني للبشرية عندما خالطت وحي السماء ظلت تذكر أمجادها على مر التاريخ. في هذه الحلقة سوف نتحدث على خاصية عظيمة من خصائص هذه الحضارة الإسلامية، التي أنتجت لنا هذا المنتج المتميز للحضارة الإنسانية. هذه الحضارة الإسلامية حضارة إنسانية. ومعنى انها حضاره انسانيه انها حضاره احترمت الانسان حضاره كرمت الانسان حرمت حضاره نظرت الى الانسان باعتباره انسانا فكرمته ولقد كرمنا بني ادم كما يقول القران الكريم. وبنو ادم هم البشر، كل البشر. لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وابيضهم واسودهم. حضاره قامت لتعلِي شأن الانسان في هذا الوجود. لقد تنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ليقول للناس ليعلم البشريه ان هذا الانسان هو مدار هذا التنزيل هذا التنزيل انما جاء لمصلحه هذا الانسان وهو تكريم بدأ منذ اللحظة الأولى للنشأة الأولى للإنسان الأول لآدم عليه السلام حين أمر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ذلك الملأ العلوي الكريم بأن يسجد لهذا الإنسان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا آدم فسجدت الملائكة تنفيذا لأمر الله وإكراما لهذا الإنسان الذي علمه الله عز وجل الأسماء وقد ظلت الحضارة الإنسانية تبث في خلد الناس تبث في البشرية أنها يجب أن تلتفت إلى هذا الإنسان فتحسن إليه وتكرمه وتعلي من شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إنها الإشارة إلى الخلق الأول إنها الإشارة إلى المنبع الأول الذي جاءت منه هذه الانسانيه كلها بعد ذلك وان تنوعت السنتها والوانها وكثير من تفاصيلها فانها في الاصل نبعت من منبع واحد انها من هذا الخلق الاول الذي حدثنا عنه القران الكريم. وحين يتحدث الله عز وجل على الحكمه من هذا الاختلاف الذي حدث بين بني البشر وتنوعهم بسبب الوانهم واعراقهم والسنتهم قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، وقال جل من قائل وهو يتحدث على هذا التنوع البشري: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لم؟ لتعارفوا ثم جاء يتحدث على ميزه التفاضل او معيار التفاضل بين الناس فقال عز من قائل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هل هذا التكريم الذي اعطي للانسان في هذه الحضارة الاسلامية نجده في غيرها من الحضارات؟ الحقيقة اننا نقول باننا لا نجد هذا القدر من التكريم والتبجيل للانسان في كثير من الحضارات التي عرفتها الانسانية في القديم وفي الحديث فقد قامت الحضارات القديمة في العالم الغربي على اساس من التفاضل بسبب هذه النظرة التي نظر اليها نظرت اليها هذه النخب التي كانت تتحدث على المجتمعات الفاضلة ومكوناتها فرفعت من شأن الفلاسفة ورفعت من شأن الأدباء والحكام ولكنها بالمقابل وضعت ودون وجه حق كثيرا من الطبقات الكادحة التي لا ذنب لها إلا أنها طبقة كادحة كثير من الحضارات قامت وإلى وقت قريب على تمييز عنصري بغيض يجعل لون البشرة سببا في تفاضل الأجناس وفي تقدم بعضها البعض ونظر إلى الرجل الأسود البشرة على أنه أقل قيمة في كثير من الحضارات بل لقد استعبدت الإنسانية استعبدت الإنسانية جماهير غفيرة من البشر لتنتج حضارتها على هذا الظيم وعلى هذا الظلم فهل فعلت الحضاره الاسلاميه ذلك كلا لقد نظرت الحضاره الاسلاميه الى الانسان على انه انسان وكرمته مهما كان لونه ومهما كان جنسه ومهما كان لسانه فالأفضلية عند الله عز وجل ليست بهذا الموروث الذي ليس للإنسان فيه أي جهد وأي تحصيل أن تولد بلون معين أن تتكلم بلسان معين أن تكون من طبقة معينة كل ذلك لا مجهود لك فيه وإنما هي ظروف جعلت الناس يولدون بهذه الأوصاف وهذه النعوت ولكن حضارتنا الإسلامية تنظر إلى الجهد الذي يبذله هذا الإنسان تنظر إلى عقل هذا الإنسان تنظر إلى قلب هذا الإنسان، تنظر إلى العطاء الذي يمكن أن يؤديه هذا الإنسان. حضارتنا الإسلامية هي التي علمت في ذلك الزمن البعيد الغابر الذي يرجع بنا قرونا عديدة إلى الوراء في مجتمع كان مبنيا على هذا التمييز العنصري وعلى هذا الاستعباد والاسترقاق لبني البشر علمت عظيما من عظماء العرب وشريفا من اشراف قريش الفاروق عمر رضي الله عنه ان يقول عن بلال الحبشي الاسود ان يقول عنه وعن ابي بكر سيدنا اعتق سيدنا اما السيد الاول فهو الصديق ابو بكر رضي الله عنه واما السيد الثاني فرجل كان عبدا مملوكا ولكنه لما انتسب الى هذه الحضاره الاسلاميه رفعت من قدره والغت تلك الصورة النمطية القبيحة التي كانت موجودة في المجتمع العربي الأول وجعلت منه سيدًا فأسماه عمر السيد سيدنا أعتق سيدنا هذه الحضارة التي احترمت إنسانية الإنسان هي التي أنتجت عبر مر الزمن منتوجًا للإنسان منتوجا يحترم الإنسان منتوجا يهدف إلى خدمة الإنسان لأن وحي السماء جاء ليعلي شأن الإنسان إلى أن يجمعنا لقاء آخر أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته